السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة جايبة لكم طريقة الحمام المقمور اللي في الفرن ما شاء الله ولا أروع. وآدي الفراخ المحشية بنفس الخلطة، وآدي الفراخ المخلية زي الحمام الكذاب بنفس الخلطة. مش عايزة أقول لكم وصفة رهيبة، دي عزومة أختي ليا ربنا يخليها لي. وده رز المعمر، ودي الملوخية الخضراء اللي وريتها لكم معايا. دي عزومة أختي ليا ربنا يخليها لنا، ربنا يخلينا لبعض يا رب. هي جايبة الحاجة وأنا اللي عاملاها وعازمين بعضينا مع بعض، هي عليها الحاجة وأنا عليا العميل. يلا انتوا كمان تعاونوا مع بعض، ربنا ما يحرمكوش من بعض. دي الفرخة المخلية بدون عظم خالص، يعني الفرخة دي مخلية ما فيهاش أي عظم، تقدري تقطعيها ترانشات كده. والرز ما شاء الله مستوي من جوه أهو، شايفين الرز في قلبها معانا عامل ازاي؟ شيل الخلة دي خالص أهو، ما شاء الله مفرفر وجميل. دي كانت فكرة أختي إن هي عزميني أنا عامل لها الأكل، أنا عامل الأكل وإحنا ناكله مع بعض. يلا نتابع الوصفة وطريقتنا النهاردة. حشوة مميزة جدا 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 للحمام والحمام المقمور، بجد مش هتلاقيها في أي حتة تانية. وما تنسنيش في إيه، في إيه حلوة أنت وهي، في اللايك والشير. تابعوا الفيديو، هي تخسروا كتير قوي اللي مش هيتابع الفيديو ده. هنسمي بسم الله ونقول المقادير بتاعتنا النهاردة للحمام ولأي حشوة انت، الحمام الكذاب، للحمام العادي، للفراخ المحشية. انا النهاردة هعمل لكم ان شاء الله خلطة تنفع لكل حاجة. في ناس بتحب الحمام بس، في ناس بتحب الحمام الكذاب، دي ليه خلطة في تكية كده. انا هنزل لكم الطريقين، الحمام اللي بيتسلق العادي بس ده فيديو لوحده، وهنزل لكم ان شاء الله الفيديو ده هعمل فيه حشوة للحمام الكذاب، للفراخ المحشية، للحمام. واللي يحب الطريقة دي يجربها، واللي يحب دي الطريقة يجربها، ونسمي بسم الله ونقول المقادير معانا. بس قبل ما تبدأي وتعرفي الطريقة ايه، ما تنسنيش في البصمة لو اول مرة تشوفينا، ولو انت متابعانا دايما ان شاء الله هتحطيها من نفسك لان انت عارفة وصفات بوسي. نسمي بسم الله معانا هنا ان شاء الله كده حمام، والحمام مش كبير عشان كده انا هعمله النهاردة مقمور في صينية في الفرن. معايا الفراخ، وزي ما وريتكم قبل كده اني انا بخليها من الجلد، برفع الجلد كده منها خالص اهو، ومخليها اوريكم اكتر اهو. بسم الله، انا تحت الحنفية غسلتها كويس جدا وفتحتها وخليت الجلد منها، خليت الجلد لوحده كده، وقطعت اللحمة بالمنظر اللي انت شايفينه ده اهو نصين، بحيث ان الرز يبقى فيها والفرخة تبقى فيها. تمام، القطعة دي هي انا جايبها كده من الفرن دي، بس هتصرف فيها يعني مش مقطوعة مني انا. تمام، والفرخة الثانية انا خليها خالص، خليها من العظم خالص اهي اهي، شايلة العظم منها تماما. دي مخلية انا كنت بحسبها وراك حطها في الفليزر، بس طلعت معايا الفرخة المخلية، فقلت مش هتزعلني وهعمل معاكم النهاردة الطريقتين. وبرضو اللي حابب الفراخ الحمام الكذاب بنفس الحشوة دي مية مية، يعني الحشوة دي تنفع لكل الحشوات. نسمي بسم الله. معانا هنا الكبد والقوانص بتاعة الحمام، مقطعها حتت رفيعة جدا علشان تدوب معاكي ما تحسيش بيها في الاكل. تمام، معايا هنا اربع خمس بصلات، وعلى حسب كمية الحاجة اللي انتوا هتعملوها، يعني كل ما بتكتري في البصل كل ما بيبقى الحاجة احلى. معايا هنا فلفل الوان معلقتين كبار، معايا فلفل اسمر، معايا فلفل ابيض وبصل باودر، معايا ذرة بسيطة جدا على طرف المعلقة قرفة وجوزة التيب، ومعايا معلقه من الثوم الطبيعي عادي، معلقه حلوه كده، ومكعب مرق الدجاج، ومعايا طبعا كيس رز كيلو. انا هعمل كيلو عشان لو اتبقى مني هوريكم الطريقه اللي انا ناوي اسوي بيها، وتابعونا
ويلا نشوف هنعمل ايه في الحاجة. اول حاجة انا هنا غسلت الرز، حطيته على النار وهقلبه كده، اشوحه كده يديني درجة الصفار بتاعتي اللي انتوا شايفينها دي، يعني عايزة ابيض من كده مفيش مشكلة، الدرجة دي ممتازة تمام. طبعا انا قبل ما ابدا معاكم انا غسلته وحطيته كده بحيث ان انا اخلص معاك البيتزا على طول، اهو كده تمام. ياخد بس تشويحه كمان. هكون انا هنا حاطه الطاسه فيها حتتين معلقتين كده زبده فلاحي كده حلوه من اللي قلبك يحبها. انا شوحت الرز بالزيت، انا هنا هشوح الكبد والقوانص بمعلقتين الزبده كده، نزلت كده على طول، انزل معاهم بشويه بصل، انا عايزاهم تشويحه بس ما رضيتش اشوحهم. انا دي طريقه انا منزلاتكم طريقتين للحمام يا جماعه في فيديو منفصل، دي طريقه والثانيه طريقه برضو صح جدا. هضيف معاهم جزء من الثوم وجزء من الفلفل الاسمر تمام، وجزء من البصل البودر، واسيبهم يتشوحوا بعد كده على نار عاليه، اسيبهم كده يتشوحوا بعضيهم. تعالوا نروح نشوف الرز هنعمل فيه ايه. ادي الرز بتاعنا كده تمام جدا، اخد التشويحه اللي انا عايزاها اهو، عايزه تشوحي عن كده ويبقى لونه اصفر، هو كده لونه اصفر بس الاضاءه هي اللي مش مبينه. هضيف بقيه البصل كله، انا يا دوبك اخدت بس من البصل معلقه واحده حطيتها على الكبد والقوانص. هضيف البصل وما تسويش البصل في الكبد والقوانص، لان انا عايزه ميه البصل دي تنزل تسوي لي الرز. وهضيف المكونات الباقيه معايا، الثوم والفلفل المرقه والتوابل كلها اللي انا قلتلك عليها. يا حبايب قلبي اللي ما نسى، اللي نسى انا ما يحطلي، اللي نسى يحطلي البصله يحطها بعد اذنكم، يعني ده هو اللي بيرفع نسبه المشاهده. بتقلبيهم كده كله في بعضه، وما تنسيش احط الملح طبعا بتاعك. انا هنا هضيف الملح المظبوط. عايزه اقول لكم الريحه طالعه عامله ازاي تمام. بياخد تشويحتين كده، هاجي هنا للكبد والقوانص بتاعتي اهو، انا سايباها فيها جوسه هي يا جماعه ما انا شفتهاش، هنزل بيها كده اهو بسم الله على الخلطه بتاعتي. اديها تقلبتين ووطي النار وسيبيهم يتشوحوا مع بعض، ويبقى هفكوا كده مع بعضه ونرجع نشوف هيبقى ازاي. بصوا كده الرز تمام قوي، البصل نزل الميه بتاعته وسوى فيه منه فيه، لو انت مش حاطه بصل كتير زودي له ربع كوبايه ميه وسيبيه يتبخر بيهم كده. هو كده تمام، هسيبه يبرد بقى وابدا احشي بيه الفراخ والحمام بتوعي. هنسمن بسم الله كده ونبدا نحشي الفراخ بتاعتنا الاول. هو مش عايز يبرد يا جماعه، فانا ايه قلت احشي الفراخ الاول يكون هو بره، لكن دلوقتي ديت الفرخه هحشي اللي هي اللي ولعه بسم الله. وتحاولي ان انت ما تحشيهاش جامد على اساس ان بتدي فرصه للرز ان هو يستوي في قلبها. باجي هنا لو انتوا شايفين، باجي هنا اهو برفع الغطاء اللي هو كان مفتوح وبحاول احشي من تحت الجلد كده، ما بتاخدش وقت معاكي خالص اهو،
واحنا هنسويه في الطواجن اللي هي فيها دي في الفرن. تكوني محضره وش اللبن، انا اختي بتحوشه بتديهولي لان هي مش ملهاش في الكلام ده. ف انا هسوي بيه هسوي الفراخ. المنظر ده بتحشيه، بتحشيه من فوق كده. انا كده خلصتها، ما خدتش مني حاجه. هاجي هنا بقى في الحتت المقطوعه. انا قلت لكم ان الفراخ دي كان قاطعها، جبت توث بيك وحطيت لها في اللحم بتاعها، وعند الزور هنا برضو حطيت واحدة بالمنظر ده. هاجي تحت اقفلها، احاول ان انا اكتفها كده. اهو مش هحتاج خلة ولا حاجة. انا هنا يا جماعه خلصت الفتحه الاولى اهي. طبعا كانت مش عارفه اكتفها لان رجلها قصيره، ازعل لا اتضايق لا اعمل ايه. قمت جايبه خيط حلو كده وقعدت لفيته كده على رجليها، ولا خله محوقه معاها ولا تكتفه لوحدها كده محوقه معاها. فانا قلت اتصل، فحطيت على رجليها كده خيط وحطيت الخله برده. المهم ان هي تكون مقفوله كويس جدا. وادي كده اول فتحه خلصت معايا اللي هي بعظمها. نيجي بقى للتاني فتحة. هنا المخلية خالص اهي، قلبها زي ما انتم شايفين. هاجي احشيها. بتحشيها كلها برضو اهي. هتديكي بقى لما تحشيها بالرز هتديكي هنا النفخه بتاعت الفتحه الطبيعيه زيها زي العظم. بس دي بقى ميزتها في ايه؟ ان انت ممكن تقطعي منها رول كده بعظم لانها ما فيهاش عظم. تمام اهو شايفين بتتنفخ معايا ازاي؟ مش عارفه انتوا شايفين ولا لا، يعني الصوره واضحه اهو. بفضل احشي فيها كده، وباجي عند الورك بتاعها. انا شايله العظمتين بتوعها، العظمتين بتوع الورك، باجي انا كده احطهم من تحت من جوه كده. شايفين برضو حتى الورك من جوه انا خليه، وبحاول ان انا ادخل فيه الرز زي ما انتم شايفين كده. بدخل من جوه خالص الفتحه كده سليمه. ده الحمام الكذاب. ممكن تخلي كل حاجه لوحدها. انا هنزل لكم برده طريقه ثانيه للحمام الكذاب اللي هو المخلي لوحده كده، الوراك لوحدها. دي كده الفتحه المخليه ما فيهاش عظم خالص. هكمل حشوها بقى واوريها لكم في شكل في الاخر عشان ما اطولش عليكم. انا هنا خلصت الفتحه الثانيه اللي هي مخليه من العظم. طبعا الجوانح مش هتنفع ان انا اكتفها لان هي مخليه، هي كمان هي بس يا دوبك واقفه على الجناح بس. وحطيت هنا العظمتين بتوع الورك اللي انا كنت سايباهم، وقفلتها بالخله في كده. هنيجي هنا للحمام. انا حشيته لان الحمام ما فيهوش افتكاسه، عادي حشيته بالمنظر اللي انتم شايفينه ده. وبرده بدي فرصه ان انا محشوش للاخر عشان يدي مساحه للرز يستوي. باجي من تحت انا بقفله كده وما بخيطوش ولا بعمل حاجه، برصه كده في البايركس اللي هحطه في الفرن. نيجي بقى لاهم خطوه واهم تكه اللي هم اصحاب المذاق الرفيع اللي بيحبوا الاكل صح. هنا هعمل لكم بقى الخلطه المميزه للحمام اللي انت هتسويه في الفرن فيها، وفعلا فعلا هيعجبك جدا. هنيجي هنا نسمي الله. هنا انا ضربت بصلايه مع طماطمايه مع فلفل اسمر وبس وشويه ملح.
تمام. وهنا حطيت الملح، حطيت شويه ملح برده بسيط جدا، ومكعب مرق الدجاج واللبن مع الوش بتاعه. تمام، هاجي هنا نسمي اللي كده، هحط من الخلطه اللي هي بتاعه الطماطم مع البصل، اسقي بيها كده. وهعمل الفراخ بنفس الشكل على فكرة، بجد 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 هتدعوني لما تجربوا الطريقة دي. حاجة مميزة يعني، غير التقليدية المحمر والحاجات دي كلها، وصحي كمان وخفيف. تمام، وهاجي برضو انا كده خلصت، هاجي برضو هنا اشربه بقى في الارضية كده لبن. بسم الله، يستوي فين بس كده المنظر ده، زي ما انتم شايفين كده المنظر ده كده. واحطه في الفرن، طبعا بفتح الفرن من فوق من تحت عشان يتحمر، وبوطي خالص لحد ما يتشرب الشوربه بتاعته. الفراخ كذلك نفس الشيء، الفراخ كذلك نفس الشيء. اهي دي الفرخه المخليه، ودي الفرخه اللي بعظمها اهو. ممكن تستغني عن اللبن على فكره، ممكن تستغني عن اللبن خالص يعني. وعلشان البايرف ما قضاش هنا الحمام، فحطيت واحده مع الفرخ. اهم حاجه التتبيله اللي انا بقول لك عليها دي، عشان تبقى الجوسي حلو كده، الجوس بتاعها جميل كده وطعمه. وهاجي برده في الارضيه كده اسقي، احط شويه اللبن يستوي فيهم، وكذلك الفرخه الثانيه اهو، ونسيبوها. عايزه برضو تكايه ثانيه اخرى، الوش اللبن اللي اختي بتحوشه مش هيبقى ليها لازمه عندها. انا هنا هعمل بيه رز معمر جنبهم، الطريقه التقليديه جدا. حطيت وش اللبن عادي بدل القشطه بقى، بدل السمنه والحاجات دي هتحطي وش اللبن، ومعاهم بس معلقه واحده. حطيت على وش قشطه كده، وحطيه بقى اهو، حطيه في الفرن يستوي كده. الحمام اخد وش، قلبته على الوش التاني، قلبته على بطنه في الاول عشان الرز يستوى، وبعدين قلبته على، اخد وش من فوق، هقلبه بقى على وشه تاني ياخد وش فوق. وادي الفريخة اهي في الفرن، خدت وش برضو ما شاء الله، وادي الرز اهو. وكده الاكل يكون خلاص، نشوفه بقى في الاخر لما يطلع. بالنسبة للفراخ المحشية بتشوفيها بتعملي لها تيست، انا حسيت ان لسه الرز شوية، هزودها كده مفيش جوس فيها، هزودها كده شوية مية مغلية يعني في حدود ربع كوباية. هي كده وشها خلاص تمام، اقوم جاية مغطيها بالورق الفويل ده، واقوم جاية احطها في الفرن على نار واطية، واسيبها تكمل سواها. دي كده الفرخة اللي بالعظم التانية، انا قلبتها برضو على وشها علشان يستوي من تحت، وقلبتها على ضهرها عشان ضهرها ياخد وش من فوق. باجي هنا عند الجوز كده كل فتره، واقوم جايه ايه حط على جسمها كده. الجوز ده جميل جدا يا جماعه، اللي احنا حاطينه باللبن ده رائع. والحمام هنا برضو اخد وش جميل، وارجع تاني اغطيها بقى بالفويل، اقلبها على وشها تاني واخليها على ظهرها، واحط لها الفويل واسيبها تكمل سواها على نار هاديه خالص. بكده يكون وصفتنا النهارده خلصت. ادي الحمام، بسم الله، الحمام المكمور الاجمل منه مفيش. وادي الرز المعمر، وادي الفراخ المحشيه بسم الله، وادي الفرخه الثانيه. هي جميله جميله جميله، انصحكم تجربوها. والى اللقاء في وصفه جديده اخرى من مطبخ بوسي وهيما، وما تنسناش في اللايك والشير يا حبايبي يا حلوين، والى اللقاء. حمام اخد وش، قلبته على وش تاني، قلبته على بطنه، اخد وش من فوق، قلبته بقى على وشه تاني ياخد وش كده. الاكل يكون خلاص، مش هتعرفي تاني لسه الرز شويه، او زي ما قلت لك الفرخه اللي بعرض تاني، انا قلبتها برضه على وشها كده كل فتره، واقوم جايه ايه حط على جسمها كده. الحمام هنا برضو اخد وش جميل،
وارفع على ظهرها واحط لها الفويل واسيبها كده اسبوعين على ما هتجهز.